مرحبا برج الحوت، اهلا فيك عزيزي برج الحوت. الشريك يرى ان انت قمت باختيار خاطئ. هو اخطأ، نعم يشوف نفسه انه هو اخطأ لانه ما اتخذ موقف واضح وصريح معك بخصوص العلاقة، بخصوص الشراكة اللي بينكم، ولكن في نفس الوقت انت اخطأت عن طريق كركبة الامور. ما ادري، احس كانما انت ما كنت واضح معاه في نواياك، حتى في اسلوبك، في توجهك ما كنت واضح ابدا، فكركبت الموضوع زياده. هو يرى ان انتوا الاثنين ساهمتوا في الانفصال، في الانفصال مع بعض، ولكن في نفس الوقت قاعد يحاول ان شو اقول لك، قاعد يحاول انه يتخطى هاي الجرح او يتخطى هاي الالم اللي بينك وبينه، وينظر الى الجانب الايجابي من الموضوع. هو يرى ان في امكانيه للرجوع في المستقبل، يراك شخص، نعم، كاحتمال انه يرجع لك في المستقبل ويكون بينكم مثل التواصل الرسائل، يعني راح يبتدي بشيء بسيط، ولكن هو بانتظار هاي العتمه الغيمه الضباب، الوضع المكركب اللي بينكم بانتهاء انه ينتهي، خصوصا اذا كان في تدخل من الاهل، او الاهل مثلا سببوا بتفاقم الموضوع. أول ينتظر أن هاي الموضوع يعدي على خير وتمرون ثم في مرحلة هدوء، هدوء تام. الرجل المعلق عندنا هنا، أوكي، ومن ثم راح يكون مستعد أنه يبتدي معاك من الصفر. عندنا كارت المشاغب، يراك أيضا أن أنت اللي افتعلت المشاكل، أنت اللي افتعلت، خلينا نقول أنت السبب الأساسي للمشكلة اللي صارت بينكم، الانفصال، ولكن هو أيضا ساهم. زين، فراح يحاول انه في المستقبل ان شاء الله يبتدي معاك شيء جديد، لانه هو يراك ان انت تستحق فرصة ثانية. احس ان الظروف وتدخلات الاهل، تدخلات الاخرين، الظروف كانت المحيطة بكم ما تشجع على انه يتم الارتباط او يستمر الارتباط، فكأنما هني يراك كشخص يريد ان يبحث معاه في فرصة ثانية وثالثة، ما يريد انه يوقف الموضوع عن كذي ويستسلم. اللي بعده، ما هي خطوته القادمة؟ عزيزي برج الحوت، شريكك أو الشخص اللي منفصل عنه في الفترة القادمة راح يحاول إنه يغير محيطه بشكل كامل، كأنما هو يرى إنه كأنه هنا أيضا بينكم اختلاف في العوائل، في القبائل، اختلاف في طريقة التربية، في البيئة، ممكن حتى في الدولة، في المذهب، في اختلاف مهم هني موجود. راح يحاول انه يتقرب من بيئتك انت، لان كأنما هني شايفة الاختلاف في البيئة وتدخل الاهل سبب تفاقم الموضوع بينكم. في الفترة القادمة راح يحاول ان يغير في السيستم كامل، في النظام اللي هو يتبعه، مثلا اذا كان من قبيلة معينة او عائلة تتصرف بطريقة معينة، راح يحاول ان يختلط بأشخاص هم أقرب لبيئتك، عشان يرى الأمور من منظور مختلف، يرى الأمور شلون لو أنا شفت الأمور من منظور أو حطيت نفسي مكان برج الحوت، شنو كنت راح أتصرف لو أنا انوضعت في نفس الموقف. هو محتاج أنه يفهم هاي النقطة أولا، وهاي اللي راح يسوي إن شاء الله في المستقبل. أيضا راح يحاول التحرر، التحرر من القيود المفروضة عليه بسبب ان اثنينكم كل واحد موجود في بلد، امور مختصة بالهجرة، امور مختصة بالموافقة الاهل، امور مقيدة الارتباط مرة ثانية او الرجوع مرة ثانية، راح يحاول انه يتحرر منها. وايضا احتمال ان عرضه يكون رجوعه يكون في عرض مادي او شيء عملي، يعني يظهر الحب مرة ثانية في الرجوع، ولكن بشكل مادي، بشكل عملي، بشكل ملموس، مو بشكل مشاعر والتعبير عنها. وآخرا وليس أخيرا، كوب الحب، كوب الحب هنا، الكوب الصافي، راح يحاول أيضا إنه شو أقول لك، يهتم فيك أكثر من السابق. هو يحس بخطأه، يحس إنه هو كان مقصر في جانب معين، كان في تقصير ايضا من جانبه. هذه خطوات القادمة، ولكن هذه كلها امور لحد الان ما صارت ترى في حياته، يحاول يعمل عليها في هاي الفترة، يحاول يكتشف. عندنا السيف الصغير، يحاول يكتشف شنو الموضوع
ما هو الانفصال، ما هو الألم اللي أنا سببته أو اللي محيطي سببه لبرج الحوت من وجهة نظرك أنت؟ راح يحاول مثل ما قلت لك أن يجمع المعلومات، يكتشف أيضا، يكتشف إذا في عوائق، أمور قانونية، أمور تبع الهجرة، أمور تبع مثلا عدم موافقة على زواجكم من جهة معينة، جهة رسمية. راح يحاول أن يبتدي يبحث ويحل هاي الموضوع. وآخر شيء، ما الذي يخفيه الحبيب؟ ما الذي يخفيه الحبيب؟ ست الخماسيات، سبع الخماسيات، الغصن الصغير، الخماسي فارس الأرض، الموت كارت برج العقرب. احتمال كبير انك تتعامل مع برج ترابي. عندنا هني ثور، جدي، وايضا العذراء. انزين، او برج مائي مثلك، ولكن يجب ان تتأكد من نقطة واحدة يا برج الحوت، ان هذا الشخص كأنما اشوفه لعب بذيلة، خلى خياراته مفتوحة اثناء العلاقة، اثناء ما انت كنت موجود في حياته، خلى خياراته مفتوحة، كان دائما مشغول عنك بسفرات، بطلعات، خروج مع الأصحاب، عزائم، دائما كثير الخروج وكثير، حتى مخلي خياراته مفتوحة للعلاقات مثلا أو للطرف الثالث. احتمال موجود هذا الشيء، لأن دائما ست الخماسيات الشخص يعطي لشخص، العطاء لشخصين ما يكون فيه لشخص واحد. فهني كأنما هو يعرف أنه أخطأ وقصر، وبسبب خطأه، بسبب اتباعه لأسلوب معين، أسلوب حياة معين، ما كان يهتم فيك كفاية، كان اهتمامه دائما خارج المنزل، خارج العلاقة، هو اللي خسر هاي العلاقة. يعرف أن هذا هو خطأ، أوكي؟ هو يعرف ولكن ما راح يعترف لك، فهذا الشيء اللي قاعد يخفي. وأيضا رسائل العشق، احتمال أنك وجدت رسائل عشق، رسائل غرام، رسائل غزل بينه وبين شخص ثاني واجهته، أنكر، بينه وبين نفسه هو عارف أن هذا هو سبب أساسي لانهدام العلاقة أو الثقة بينكم، ولكن يحاول أن يرجع. عندنا فارس الأرض، يحاول أن يرجع في المستقبل، ولكن بعد أن يغير نفسه، لأن الموضوع ما يبي له مجرد أن يرجع في حياتك، هو مستوعب الموضوع، ما يبي له فقط أن يرجع ويعتذر، لازم يستطيع أن يغير أسلوب حياته. عندنا كرت الموت، كرت الموت هو كرت التحول. كان في أسلوب قديم يتبعه وهو أعزب أو وهي عزباء، لحد الآن استمر، واستمر أثناء العلاقة أو الزواج، وساهم في انهدام العش اللي بينكم أو الشراكة اللي بينكم، بالإضافة إلى وجود عندك شخص يحب يخلي خياراته مفتوحة، عينه زايغة، أو دائما عنده مراسلات مع أطراف ثالثة. خلينا نقول اللي قاعد يخبيه إنه يعرف إن هذا هو غلطه، ولكن عملية التغيير ما راح تكون سهلة بالنسبة له. زين، عملية موت الأشياء القديمة وخروج جديد بأسلوب جديد، لأن عندنا فارس الأرض وهو الفارس البطيء. تحول بسيط سيشهد الشريك في الفترات القادمة، وما راح ترى النتائج بين يوم وليلة، راح تأخذ وقتها. أوكي، اللي بعده، قراءة العزاب، ومن القادم في طريقكم. من القادم في طريقكم، ما هي مواصفاته وأطباعه؟ كرت العدالة، برج الميزان، الشمس، كرت برج الأسد، احتمال ان الشخص يشتغل او يعمل في الجهاز القانوني في الدولة، أو عنده قضية لحد الآن ينتظر
أن يصدر الحكم فيها. الكوب الأول، ولكن ما راح يصدر حكم. أشوف هني كأنما راح يكون إما تنازل وإما صلح. الفارس البطيء والمأذون مرة أخرى. عندنا المأذون. عزيزي برج الحوت، كأنما هني الشخص اللي قادم في طريقك عنده لحد الآن أمور معلقة، مثل ما قلت لك في الجهاز القانوني في الدولة، ينتظر الحكم، ينتظر الفرج. عندنا الشمس وهي النجاح ووضوح الأمور، عشان يستطيع أن يعرض عليك الخماسي، خاتم الخطوبة، الزواج، الارتباط، العلاقة. لحد الآن في انتظار، في فترة انتظار، كأنما هو شخص راح يدخل حياتك ولكن ما راح على طول يعرض عليك كوب الحب أو الخماسي، لأن قلت لك أول ما يدخل حياتك راح يكون في عنده هو أو حتى أنت يا برج الحوت أمور متعلقة. هني أشوفها كأنما شراكة بزنس فشلت، اتهام بخرقة مثلا لقانون تجاري معين، أشياء تجارية أكثر من كونها مثلا محكمة حضانة أطفال أو شيء ما شابه. شخص سنه مش كبير، احتمال أنه في سنك أنت يا برج الحوت أو أكبر منك فقط بسنة سنتين ثلاث. إنزين، شخص ما يختار، صعب أنه يختار، احتمال عشان كذي قلت لك برج الميزان، صعب أنه يختار، دائما متردد، يفكر مليون مرة ويسأل أيضا مليون مرة قبل ما أن يختار. وعندما يختار كأنما يختار خطأ، عشان كذي موضوعه وصل أصلا إلى النظام القضائي. نأخذ بعين الاعتبار وضع الحالي، ما يملك الكثير من الأموال، يعني عنده، شوف أنت تعامل أو رح يأتيك هذا الشخص الدخل ماله عالي، يعني يطلع أموال جيدة من بزنسه، من تجارته، من عمله، ولكن طريقة صرفه لهاي الأموال، طريقة تدبيره جدا سيئة، إنه دائما ينتهي إما ما عنده الكثير، إما فقير، إما محتاج، وعنده دائما مخالفات، متأخرات لم يدفعها، أشخاص يطالبون بالأموال في النظام القضائي. أوكي، ولكن هنا عندنا المأذون، يأتي من أسرة متدينة، أسرته متدينة، اختلاف ان بيئته ايضا احتمال بيئته مختلفة عن بيئتك، انت مو شديد التدين كما هذا الشخص. هذا الشخص هو شخصيا ليس متدين، ولكن اسرته متدينة محافظة، غير انه متردد، راح يأخذ رأيهم طبعا قبل الارتباط، قبل ان يعرض عليك كوبا. راح اقول لك شيء، هني هو راح يعرض عليك الحب، العلاقة نفسها الوجودة في حياتك، نعم الماء موجود، ولكن الخماسي مو في يده، كأنما الخماسي، لأن هذا شخص متردد، مو واثق، مو ناضج. فارس لحد الآن لم يصل إلى مرحلة الملك، احتمال أنت اللي تحصل على الخماسي، احتمال شخص ثاني، شخص يرشحونه للأهل، يختارون الأهل، أنت تعامل مع شخص متردد، مو صاحب قرار ومو صاحب اختيار. الخماسي لحد الآن في يده، يده بما معنى يد أهله، أيضا وراء أهله، وراء ناس ما يسمحوا له أن يرتبط على كيفه وعلى راحته. أوكي، ولكن الحب راح يكون موجود. خلنا نشوف كيف تتعامل مع هذا الشخص. الخماسيين، الإمبراطور، المزيد من الطاقة النارية، احتمال برج سيكون ناري أو ترابي، سبعة السيوف، عجلة الحظ، الكوبين. مع هذا الشخص ما راح، هذا شخص جيد أوكي، ولكن ما راح تقدر تحصل على مرادك إذا اتبعت الطريق الواضح، طريق الشمس، الطريق الواضح لا تسلك معه، لأنه هو أصلا متردد. دائما لازم تكون في طاقة التأرجح، طاقة التأرجح بما معناه أن أنا مش جاد 100%، أنا ما أريدك 100%،
أنا مش متأكد منك. لما تقول لي أنا مش متأكد منك، هو عنده فارس التغيير، الفرسان هما تبع التغيير، راح يحاول، راح يكون كأنما بمثابة استفزاز، يحاول أن يثبت نفسه لك. أوكي، هني الإمبراطور وجنبه 7 سيوف. أيضا يقول لك إذا تريد أن تحصل على مرادك من هذا الشخص أو هاي العلاقة، إذا عجبك هذا الشخص، عليك أن تضع حدود، تضع حدود وتكون عنيد بشأن مطالبك. عنيد هني يقول لك لازم تقوي قلبك. عندك كارت برج الأسد تحت الإمبراطور طاقة نارية، لازم تقوي قلبك، ما تخاف، ما تتنازل. مو إذا الأمور ما مشت بطريقة معينة تقول أوكي راح نتبع طريقة أخرى مثلا لأن أهلك ما وافقوا. أبدا أبدا أبدا، الكرت هني واضح، لا تتنازل، لا تتنازل. لما يعرض عليك حبه والعلاقة، مو على طول، قلت لك طاقة أرجح، مو على طول تأخذ منه الحب والعلاقة وخلاص تعتبر أن أنتوا ارتبطوا، لا. هني يعطيك حبه، عطى تساؤلات، عطى غموض، لا يحس انه هو ملكك في العلاقة، لا يحس انه خلاص صرت ملكه وصار في حياتك، لا. محتاج دائما طاقة الابتعاد، هو لازم يحس بعدم التأكد ان انت ما راح دائما تكون موجود في حياته، او عندك طاقة احتمال الرحيل 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 اذا ما مشت الامور بشكل جيد. هذه النصيحة هي مو لأول فترة من علاقتكم، هذه لفترة ما قبل الارتباط، ما قبل الزواج. لحد الآن ما صار زواج، نريد أن نحصل على زواج، أوكي؟ وتنتظر الفرصة المناسبة، الوقت المناسب، كأنما هني راح تأتيك أنت فرصة مناسبة. هذا الشخص، هذا الفارس، في لحظة معينة راح يصير جاهز، ولكن عندك ساعة، ما راح يكون جاهز طول الوقت. لازم أنت تحين الفرصة، تكون تلاحظه، تكون عندك طاقة الغموض، الخفاء، تلاحظه متى يكون جاهز مستعد عشان الارتباط، عشان تلعب كارت الزواج. الارتباط، الحب لا يعني الزواج، الحب لا يعني أن أنت راح تقدم لي شيء ملموس عملي ثابت. هاي النوع من الطاقة عندك عشان تحصل على مرادك. أنا أشوفك إذا حصلت، إذا كنت في هاي الزواج، إنزين راح تكون مرتاح. لا تسألني ليش، أحس إن المادة بتكون موجودة، الأهل موجودين، والأهل أيضا يساعدونك كثيرا، يساعدونك ويساعدونه، المادة، الراحة، الشريك أو الحبيب، مساعدة الأهل. هني مو قلت لك متدينين أو متعصبين، راح يكونون بالعكس بعد الزواج، دائما يحاولون أن يساعدونكم، يشيلون عنكم المسؤولية. ولكن طريقة حصولك على هذا الشخص أو هاي الشراكة يجب أن يكون فيها شوي نوع من الخفاء، الدهاء، الذكاء الاجتماعي. أوكي، اللي بعده، قراءة المرتبطين. طبعا المرتبطين ممكن يكونون مرتبطين بعلاقة، خطوبة، أو حتى زواج. أول سؤال، كيف يراك الشريك أثناء هذه الفترة؟ سيوف. برج الحوت، شريكك وعدك بشيء، وعدك بشيء، احتمالك أن أنتوا تحصلون على منزل جديد، تسافرون لدولة جديدة، تذهبون لإكمال التعليم في دولة أخرى، وعدك بشيء مهم وعملي، أنه يسمح لك مثلا تحصل على وظيفة. شريكك احتمال يكون من البرج الناري، الأبراج النارية، إنزين، ولكن هو وعدك بوعد، وجدا في الفترة الحالية أو القادمة خائف، عند كارت 9 سيوف القلق، خائف من ردة فعلك، لأن أدرك أن موضوع وعدك فيه ليس في يده، مو في يده. الموافقة لحد الآن هو قاعد يحاول، الموافقة لحد الآن لم تظهر،
إنزين، هو خائف من ردة فعلك، يراك أن أنت كأنما راح تكمل معاه أو بدونه، خصوصا إذا كان موضوع في سفر أو تعليم أو بزنس، أو يخاف أن أنت تتركه وحيدا وتكمل بدونه. مو شرط أن تتركه يعني الانفصال، بس تكمل خطة معينة أنت اتفقتوا عليها مع بعض وتكملها بروحك. يراك أنت مستعد وقوي أكثر منه، أنت اللي عندك الطاقة النارية، أنت اللي شجاع لمواجهة البداية الجديدة أكثر منه. هو لحد الآن مش واثق، لحد الآن يعيش من صراع داخلي بسبب النقلة اللي أنت راح تنتقلونها لمنزل جديد، لمحافظة جديدة، دولة جديدة، في انتقال في الوظيفة، حتى في التعليم في انتقال. هو يراك أن أنت مستعد وأقوى منه وأشجع منه لاتخاذك هاي الخطوة، وهو لحد الآن يعيش في حيرة. وممكن أيضا تكون معك وساعة كسها بما يناسب جانبك من القراءة. اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ أربع الأغصان. من نقاط قوتك اللي راها فيك الشريك ان انت تستطيع المحافظة على توازنك وشراكاتك وعلاقاتك داخل المنزل، في العمل او البزنس اللي عندكم، وايضا في العلاقة خارج المنزل، وايضا داخل العلاقة نفسها. تستطيع كأنما ان تحافظ على كل التوازن وتتحول بسهولة في تركيزك من مثلا أركز على نفسي إلى أركز على أهلي أو على شريكي. من نقاط قوتك أن أنت سريع التحول في العلاقة، تستطيع أن تحافظ على بهلوانيتك أو توازنك في أصعب الظروف. من نقاط قوتك، غير عن العزيمة الحديدية اللي يراها فيك الشريك. آخر شيء الغصنين، شريك مخلص. من نقاط قوتك ان انت شريك مخلص، لا تخذل شريكك، ما تتركه يواجه المصاعب وحيدا، وهو يعرف ايضا شريكك هاي الشيء. وعزيمتك قوية، يعني شوف، بسبب عزيمتك انت كأنما عندك ثلاث رغبات، ثلاث ابناء، ثلاث اهتمامات كبيرة في الحياة، واحد على الدراسة، الثاني على الاهل والاصدقاء، الثالث على الحبيبة والشريك، الابناء ايضا، الكثير من المسؤوليات، الاهتمامات اللي قاعدة تلعب في نفس الوقت. انت جدا احتمال انك تتعامل مع برج عقرب، ولكن مو شرط، ممكن ايضا يكون برج ناري. انت جدا شاطر ان تنتقل من مسؤولية الى مسؤولية من دون كأنما هني تقفز قفزات بهلواني، تقفز مع المحافظة على توازنك. هذه من نقاط قوتك، والشريك ايضا معجب فيها، معجب بعزيمتك الحديدية. ليش قاعدة اقول لك انت هني اشجع من شريكك؟ كأنما انت قلت له يوم من الايام اذا جمعنا المبلغ المعين، اذا حصلنا على الموافقة، اذا صار كذا كذا، راح نسوي كذا كذا. انت فعلا قاعد انت متوجه نحو اللي قلت يوم من الايام انك راح تسوي، انت على الطريق الصحيح. شريكك متخبط، عنده خوف، عنده قلق، قاعد يركز على التفاصيل او المشاكل الصغيرة عشان ما يركز على النظرة العامة والأهداف الكبيرة اللي وضعتوها مع بعض. وعدتوا بعض بشيء، تنتقلون مثلا من المنزل، تشترون منزل جديد خلال 3 سنوات، منزل ملك، يعني عندكم هاي النوع من الطاقة في شراكتكم. اللي بعده، خمسة السيوف، لا تدخل في تنافس مع الشريك، ولا تقارن تطوراتك ونجاحاتك مع نجاحه. لازم تدرك تشركه في أمرك، تعتبر أن نجاحك هو نجاحه بسبب دعمه، بسبب وجوده على الأقل في حياتك. أنت عندك الدافع والحافز أن تعمل وتنجز يا برج الحوت تجاه أحلامك. لا تدخل معه في طاقة المقارنة، في طاقة أنا أفضل منك، أنا أشجع منك، أوكي؟ ولا تتركه أيضا وحيدا يتعامل معه هاي المشاعر السلبية أو خوفه وقلقه من دون أن تحاول على الأقل أنك تساعده. كرت الشيطان، كرت الشيطان،
الأوهام، الأفكار السلبية اللي داخلنا، المخاوف، تقريبا مثل 9 سيوف اللي عندنا هنا. لازم تكون مع أنت ضد معركة الانتصار على المخاوف. 3 الأكواب، 3 الأكواب هي طاقة أيضا الكلام التشجيعي، الكلام التشجيعي، طاقة الطعم، طاقة اللي أنا راح أعزمك على العشاء أو راح أسوي مثلا. هني أنت قاعد تنجح يا برج الحوت، أوكي؟ بدل أن تترك الشريك وحيد يحس أن هاي مجرد نجاحك أنت، أشركه في أمرك، خلي يحس أن النجاح مشترك بسبب جهودكم. كلامك لازم يكون لولاك أنت ما قدرت أسوي، لولاك أنت كان ما وصلت. هاي نوع من الطاقة عشان تحافظ وتطور العلاقة، وأيضا تخرجه من مخاوفه الخاصة. وإذا تطلب الأمر اعمل عزيمة، احتفال، حاسسه بأهميته مع اجتماع الأهل والأصدقاء، احتفل فيه، قدم له شيء يرغب فيه، ولكن مو شيء مادي. لا، هنا المطلوب مو أن تقدم له مثلا سفرة أو هدية غالية، لا، تحتفل فيه أمام الناس، تحتفل بعيد ميلاده، تحتفل بنجاح معين له وإن كان بسيط، ولكن تكون العزيمة والاحتفال باسمه، لأنك كأنما هو شريكك سيمر بمرحلة قادمة شوي ضعيف فيها. أوكي عزيزي برج الحوت، هذه كانت قراءتك العاطفية لشهر مايو، أتمنى لكم كل التوفيق.